وفقا لمراكز المكافحة والوقاية من الأمراض، يبلغ عدد المدخنين البالغين في الولايات المتحدة حوالي 42 مليون أمريكي، بمعدل واحد من كل 5 أشخاص. وفي ظل هذه المشكلة المتفاقمة، تدور الآمال حول علاج غير اعتيادي لمساعدة أولئك الأشخاص، وهو التنويم المغناطيسي. الطبيب شون ويلر المختص في إحدى عيادات التنويم المغناطيسي يقول إنه ساعد أكثر من 1800 شخص على الإقلاع عن التدخين، فهو يرى أن التنويم المغناطيسي ليس مجرد غفوة كما يعتقد الكثير من الناس، بل هو عملية تواصل متكاملة. مهمتي هي اكتشاف ومعرفة الكثير عن هذا الشخص، وما هي دوافعه واحتياجاته، وما الذي يثير قلقه. وعندما أحصل على تلك المعلومات، يكون ذلك فعالا أثناء نومه. ووفقا لويلر، بعض المرضى يمكن أن يغادروا الجلسة الأولى من دون أي رغبة بالنيكوتين، بينما يحتاج آخرون لعدة محاولات. حتى عندما لا يعمل التنويم المغناطيسي، لا يلحق أي ضرر على الإطلاق، ولم يعاني أحد من أي تأثير جانبي سواء مادي أو عاطفي أو نفسي.